Nous invitons à présent le docteur Jamel Forar. بهذه المناسبة الطيبة أود أن أعرب لكم عن ابتهاج الإشراف على هذه المراسم الأولى من نوعها والتي تبرز اهتمام دائرتنا الوزارية ودعمها ومرافقتها لمثل هذه المبادرات التي تكللت بالنجاح الباهر الذي نشهده اليوم. في هذا الحدث يعتبر أول نسخة وطنية على مستوى الجزائر، حيث أنه تم تكريم 5 أطباء من 11 امتحان تخصص، يعني على 11 ولاية. الهدف تاعنا في هذا هو تكريم الأطباء، تكريم ليزاسوسياسيون اللي خدموا، تكريم كل القطاعات التي عملت في الكوفيد. بمناسبة نجاح الخمسة الأوائل في كل مسابقة طب في كل ريجيون، c'était un événement inattendu où chacun dans sa spécialité et alhamdoulillah واليوم جينا باش نحتفلوا بالامتحان تاع التخصص ديالنا لارسيغمي هذا الحفل التكريمي باش نهنوهم وباش كيف يقولوا اون لي انكوراج dans leur pour en leur souhaitant aussi une réussite.